بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، كيف الحال جميعا؟ وباقي الشهر مبارك عليكم، إن شاء الله الجميع يعيدون بصحة وسلامة. الموضوع اليوم اللي راح أتكلم عنه يخص الحمام الملكي أو اليمام الماسي. لا جديد عندنا طبعا في المحمية، عندنا طبعا أربع عشوش، عند الزيبرا العش الأول هناك في الزاوية تبع الهاف أورنج قريب يفقس، أتوقع يعني كملوا كلهم، أتوقع كل البيض راح ينفقس. أتوقع أنا كان في واحد أو اثنين أمس أو قبل أمس، إن شاء الله اليوم يكون كمل التفقيس. ما راح ادخل اشيك ابدا، بخليهم الى بعد العيد، اللي يفقس يفقس واللي يبقى يبقى بعده هل الجوز اللي في الزاويه هذا يمكن احتمال 3 ايام 4 ايام باذن الله او اكثر، الله اعلم، ما انا بحاسب صراحه. بعد هذا هذه 3 عشوش، وبعده هنا عش في الزاوية مغطى وراها الشيتة، طبعا راح اشيل الشيتة هذه الحين خلاص، انا شلت الخشبة اللي كانت تحت هنا اللي هذه شلتها، وراح اشيل هذه، شلت النايلون، هذا النايلون مقطوط تحت من برا عند الكراسي البيض، هذه شلتها من الجهة هذه كلها كاملة. خلاص اليوم صيف صيف، اللي يخص الحمام الملكي الزوج هذا اللي انتم شايفين الفحل هنا، الفحل هنا موجود في هذا، كان عندهم فرخين قبل ما يبيض، وباض هنا في العش هذا الابيض، وفقسوا لهم 4 ايام او 5 ايام فقسوا. فالفروخ اللي قبل هذولا كان هو الفحل باقي يغر الفرخين اللي قبل اللي موجودين عنده، اكثر شيء اكثر من الانثى طبعا. ايش اللي صار؟ الزوج الثاني اللي عنده بيض، اللي عنده فروخ في هلا العش، كبروا وطلعوا نفس الشيء، يمكن لهم 5 ايام اسبوع من يوم طلعوا، وباقي صغار يعني اشكالهم، واحد منهم ابيض واحد منهم يعني شوي فيه اللون الازرق او النيلي على خفيف. المهم اللي يهمنا الموضوع، الزوج هذا سبحان الله العظيم خاصة الانثى صارت لما تطلع برا والفحل جالس على البيض او على الفراخ اللي اول ما فقست تطلع تغر الفروخ اللي برا تبع الجوز هذا، سبحان الله العظيم كأنه صار عندها لخبطة، كأنه صار عندها لخبطة، تغر فروخ ما هم فروخها وعمارهم باقي صغير، فتيهت ولا صارت تهتم في فروخها اللي هنا، صارت تجيهم بعد يمكن 3 ساعات 4 ساعات تابعها انا ما تجي، الفحل كان هو اللي يجي بكثرة، والفحل كان ينام اول يوم ثاني يوم، بعدين بدأوا يتركونهم من ثاني يوم تفكيس، تركوهم اعتقد في واحد مات بسبب فيه صار عليه هجوم، ما ادري عن طريق الزيبرا ما ادري عن طريق الفحل، هو ما الزيبرا ما راح يأذيهم، اعتقد في فحل من البطن اللي قبل يعني في بطن قدهم كبار الحين بيروا طلعوا اذكور كلهم، بعت واحد وخليت واحد لان لونه ابيض فاتح فخليته، واحد بعته
يمكن هو اللي جاء على الفراخ وعذاهم، مات واحد منهم، هذا الفراخ الصغار اللي سوى اللخبطة، واضحين قدامكم هذا الأب الصغار. فصارت الأم تبع هذا العش تعتني في هذولاك، وتركت أولادها، الأول مات، واليوم توني مطلع الحين واحد الأخير وقطيته، عينته لقيته غارينة شبعان ما عنده أي مشاكل. طبعا أتوقع الفحل هو اللي كان يغره، بس أمس نام من غير ما حد نام عليه، فكان برد في الليل، معانا حنا الحين في الأجواء الدافية بداخل الحر، بس تعرف ما عليه ريش ولا شيء، كله لحم. أمس تحمل وعاش، البارح ظاهر الليل كله بدون ما حد جلس عليه يدفيه ومات. صارت الأم تعتني في هذولاك، ولا هم بأولادها، ترى ما هم بأولادها، أولاد الجوز الثاني. الجوز الثاني جالس خلاص يعني قرب يبيض، كان بس الذكر بكثرة، وأتوقع تبيض اليوم بكرة بعد 3 أيام كذا وتبيض. فبدأ الذكر هذا الحين الفحل بعد ما مات الفروخ، صار هذه جات النفي عنده، يدور على محل تعكيش جديد. اللي همنا من هالكلام كله باختصار، اللي حاب ينتج من الحمام الملكي انتاج ممتاز، انتاج سليم، البيض يطلع كلها مخصب، اللي هي طبعا البيضتين، وتفقس البيضتين كلها ويكبرون البيضتين، واول ما يكبرون على طول يبيض في البطن الجديد بسرعة، ما في اي مشاكل. تعزل كل جوز بخانة، تحط كل جوز بقفص وعلى مسؤوليتي، حط عنده عشين في كل زاوية، حط عش يبيض وينام على البيض، يفقس يكبس الأنثى، أول ما يكبر الفروخ خلال أسبوع يبيض البطن اللي وراه، وهكذا الفروخ اللي عنده خلهم يهتمون فيهم وراقبهم وتابعهم، أول ما يبدون يأكلون اسحبهم، يكون الزوج بايض في العش الثاني، تنظف العش القديم، وهكذا وتصير دورة، استمر يفقس يرجع يبيض في العش الثاني، وعلى هالحال. وقت التلقيح لا في ذكور تهاجمهم وتخرب عليهم، وقت التفريخ أفروخهم اللي موجودة عندهم ما في شيء غيرها، يهتمون فيها، يأكلونها، يكبرونها. الزوج نفسه تختار الفحل وتختار الأنثى اللي أنت تبغاهم يتجوزون وتبغاهم ينتجون عندك، راح تحسن النسل على حسب اللي أنت تبغى، حسب الألوان. الفواتح تحطهم مع بعض يطلعوا لك فواتح أفضل، لما تطلع الفواتح الأفضل الألوان اللي تكون فاتحة أكثر تركبهم على بعضهم، فتوصل إلى نتيجة أنك يمكن تطلع السنوايت بكل سهولة. هذا اللي حبيت أقوله عن الحمام الملكي أو اليمام الماشي. التربية الجماعية متعبة، يعني هي مريحة من ناحية التغذية والاهتمام، تحط لك حب موية وانساهم، يمكن ما ترجع إلا بعد 3 أيام 4 أيام وتحط. لو عندك أماكن للحبة أو عيها أكبر من كذا راح تطول، يمكن أسبوع كامل تحط لهم، والموية تحط لهم المطارات هذه اللي اقتصادية، يعني يبقى الماء نظيف وينزل لهم بشوي شوي، يمكن تأخذ أسبوع ما جيتهم ولا درت عنهم. أما إذا كانت خانات لا والله يبغى لك تهتم يعني، بس تقدر، في ناس يجيب المشربية الكبيرة هذه اللي
يمكن تأخذ 3 أيام ما فضت. و المعالف الاقتصادية تحط عندهم اللي يأكل منها وينزل على خفيف شوي شوي الحب عندهم، كل ما أكل كل ما نزل له الحب، كل ما أكل كل ما نزل له الحب. عند الحمام الملكي من النوع اللي ينثر الأكل في كل مكان، لكن بتكون يعني تعطيك وقت أطول، فرصة بأنك تترك الطيور فترة طويلة وتغيب عنهم. إذا حطيت المعلف وراقبته كم يجلس، مثلا يجلس 5 أيام خلاص راح تعرف، لو فللته مرة ثانية راح يجلس 5 أيام، 4 أيام لو صار إسراف من الأجوز. باختصار التربية الجماعية للحمام الملكي خسائر، الأجوز يتهاوشون، ما في فرص للتلقيح. طبعا لما يجي الذكر يلقح الأنثى الذكور الباقية يهجمون عليه. على كل حال غالبا الحمام الملكي ما يفسد البيض عنده بكثرة، بس لابد إذا كان تربية جماعية يكون فيه شوية مشاكل من ناحية التلقيح، من ناحية الخربطة والله يكون فيه خربطة، يبيضون مع بعض. طبعا أنا تابع محميات كثيرة بالسعودية بالعراق أماكن ثانية يعانون من يبيضون في العش الواحد أكثر من بيضة، تصل إلى 6-7-8 بيضات في عش واحد. يقعد المربي يوزع البيض هنا وهنا وهنا، تختلف الأوقات في التبيض والأعمار، تصير صعبة عليه. فاللي عنده استطاعة يحطها خانات راح ينجح، وعلى مسؤوليتي راح ينجح في تربية أو إنتاج الحمام الملكي بكل سهولة. الحمام الملكي أو اليمام الماسي، أعتقد الاسمين هذه معروفة عند الجميع، فنتمنى لكم التوفيق. أنا بالنسبة لي اللي عندي جوزين الحين، يمكن احتمال يصيرون 3 أجوز من نفس الإنتاج، يعني في فحل اللي هو هذا أنا جالس أجهزه اللي هو هذا لون أبيض، يعني أفتح طير موجود فيهم شباب، لسه شباب هذا هو. أبى أشوف له نفيا أحطه وياه، طبعا لازم تكون فاتحة زيه، يمكن احتمال أطبقه على أمه، هذه أمه هذه اللي تحك خشمها، أطبقه على أمه لأن أمه هي اللي لونها فاتح، والفحل شوي أزرق. هذا الفحل هذا أبوه، هذا الضخم، هذا شوي في لون بياض في الرقبة بالنسبة للظهر، الكل الظهر عندهم مع الذيل بس، وطبعا هذا جنحان أسود وله الريش اللي بالأطراف أسود، الجناح كله أزرق، الصدر فيه شوي أزرق، الرأس أزرق، الرقبة بيضة، هذه الحسنة اللي فيه بس ما شاء الله ذكر منتج. هذا الأنثى اللي وياه، فلو أحطها مع ولدها يمكن احتمال أطلع إنتاج أفضل، أو إني أجيب لها نثية. وفي فرق صغير موجود عندي عمر الأسبوعين أو أكثر، أبيض مرة يمكن يكون أفتح منه، إذا طلع أنثى خير وبركة. فلو تكلمت عن وضعي أنا بالنسبة للإمام الماسي، ما أتوقع إني أربيهم في الخانات، لا راح أخليهم بنفس المحمية، لأني أنا محميتي يعني لو بقول لكم 50-60% أنا أحطهم للتسلية والونسة، بس الواحد يحب إذا مر عليه أمور يحب ينصح، يوصل معلومات للآخرين، يجتهد يمكن تنفع أحد.
وأنا متأكد أن الأغلبية أو إذا مو بالكل راح يأيدوني على أن تربية الحمام الملكي بالخانات هي الأفضل. بالنسبة للزيبرا التربية الجماعية هي الأفضل والأسهل. الفناجس أو الزيبرا سهلين ما شاء الله، تكاثر عندي غزير وتراني أشيل أشيل يطلع لي مثلا 20-15 فرخ أشيل وأخلي جوز جوزين، وإذا طلعت طيور جديدة نفس الشيء أقدر حتى لو أجوز أبيع الجوز بفروخة لما ينتج أبيع بفروخة، طبعا لما يكون حجمه صغير. يعني عندي الآن جوزين احتمال إذا أنتجوا البطن الجاي أعرضهم بفروخهم أبيعهم. ليش؟ لأني أنا حولت على المكس والجامبو مكس سوبر جامبو، فبدأت أخفف من الجامبو ما بقى شيء، بقى جوزين احتمال أمشيهم قريب. خلاص تقريبا الموسم على قولتهم قرب يخلص، مع أني أنا ما عندي أي مشكلة بالنسبة للموسم، خاصة السنة هذه أنا حاط ظل عندي مظلة فوق لون أبيض عاكس الحرارة، الشمس تدخل على خفيف على الطيور العصرية. المنطقة هذه أو الزاوية هذه كلها تصير شمس، فالمغرب من هالمنطقة تجي الشمس، إذا غربت تنزل يبان النور علينا في هالمنطقة هنا، تكون خفيفة ما تأثر عليهم، يعني بالعكس تكون تشميس ممتاز جدا لهم وما في أي مشاكل من ناحية الشمس في الصيف. لكن يمكن يكون مشاكل من ناحية الحرارة والرطوبة، فما زال أتوقع معي شهر شهرين ثلاثة راح يكون فيها الإنتاج نفس الشيء زي ما هو في الشتاء، يمكن يكون أفضل من الشتاء لأن الشتاء شوي الفروخ تتعب لما تطلع من البرد. الآن يكون الجو معتدل عليهم، لو في حرارة بتكون الحرارة من الساعة 11 إلى الساعة أو خلينا نقول من 10:30 إلى 2:30، يعني 11-12 ساعتين 3 ساعات، 3 ساعات في الظهرية. إذا زاد الحر بتكون شوي فيها انهاك عليهم. طبعا عندي الصحن حق المويه هذا راح اغيره في الصيف، راح استخدم هذا، انا جبته غسلته نظفته حطيته بالشمس باب التعقيم، راح ادخله واحطه هنا المحل هذا واعبي مويه عشان تكون المساحه كبيره، مساحه هذا مرتين او اكثر ممكن 2.5، ف ترويش يسهل لهم انهم يبردون ويريحون. انا بحاول اني اوقف الفيديو وادخله واحطه لهم وارجع لكم نشوف، لانه اكيد راح تروشون لما احط لهم مويه جديده ونجرب المسبح الجديد. طبعا هو المسبح العام والعام اللي قبله، بس ما كنت اصور انا على القناه عن العوام اللي قبل، لا ما كنت اصور، كنت أصور فيديوهات قديمة في أمور ثانية، أسماك وما أسماك ومقاطع بسيطة في المطير الصغير اللي كان عندي يمكن تقريبا 1.5 × 1.80 في بعض المقاطع. هذا اللي عندي وسلامتكم، نجيب المروش الجديد ونشوف، أرجع لكم. أحاول إني أصور هذا الموية، موية باردة
هذا راح اطلع بس مو بالحين، بخليه. اشوف المويه شوي في الزراعه. ايش رايكم؟ هذا شغلي. هذه النخله غر. ايش رايكم؟ هذا شغلي انا اللي عدلتها، انا اللي لقحتها، وانا اللي اهتميت فيها. كفايه كذا، سكر مويه عليهم. طبعا هذه خلاص، هذه فيها الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه فيها أربعة، هذه فيها ستة، الغر ستة والخلاص أربعة. كذا نسكر الموية. ناخذ لنا 5 دقائق معاهم. طبعا نزلوا اكيد يبون يتروشون، نشوف ايش بيصير. بسم الله، هذه قاعدة. الله يعيني على البعوض، راح يجيني يقرصني قرصتين ثلاث، باقي شيء قليل. يلا، هو بس واحد يطب، واحد يطب، يطبون الباقيين كلهم. المويه ممتازه للزيبرا يا جماعه الخير. اللي يقول لي صيف وحر، سو طريقتي هذه، مروش مفتوح يوميا فاضي، ما عندك شيء، او يوم بعد يوم غير المويه وبعد من خل وثوم وشغلات هذه، لا شيلها في الصيف، لا تحط لهم شيء، مويه بس، مويه معتدله، مويه بارده، بروده عاديه، امورك تمام. طبعا بالصيف لما تجيب مويه وتحطها، اكيد المويه راح تكون بارده بروده معتدله، يعني ما راح تكون مويه بارده مزعجه لهم. شايفين قدامكم كلهم نزلوا. ايوه، طب الاول، يلا واحد يتروش، يتروشون الباقيين معاه كلهم. ايوه، هذه النافية طبت. هذه الثنتين يتشابهون، النافية اللي بالموية واللي جنبها، افرق بينهم من ناحية الذيل، الذيل شوية يفرق عن بعض. ما ادري الحمام الملكي اليمام الماسي شلون ينظف عمره، هل هو زي الدجاج يتنظف الرمل؟ لانه سبحان الله ما يتروش، شلون ينظف عمره من الفطريات ومن يعني الدجاج السمان في الرمل؟ خوفتهم فختية، على قولة اخواننا العراقيين فختية على الباب. احنا نسمي هذا يمام، يمام احمر، هذه على الباب. خلاص صاروا يخافون من ظلهم، من الغربان، لان الغربان تجي هاليومين بسبب صغار طائر الدوري يطبون في الحوش المقطع اللي فات، فلما يطبون في الحوش عندي
تجي الغربان تدور لهم تاكلهم. هذاك اللي امس كنت كان بالقفص طلعته وطيرته برا في الشارع في اشجار، وبيروح فيها ان شاء الله وبيعيش. الا عمر بيعيش. هذا النفي الانجليزيه شوي انا اشوفها تعبانه صراحه، ما ادري هل هي تعبانه عن صاحبها اللي باعني اياها، او هي تعبت بسبب النقل في الموصل التوصيل، لان الموصل اخذها عنده يوم، استلمها من الشخص اللي اشتريتها منه وخلى الجوز عنده يوم، واليوم الثاني جابهم لي، يعني يوم كامل نهار وليل. اليوم الثاني نهار، يعني تقدر تقول يوم كامل ونص. فما أدري هل كان معتني فيهم ولا حط لهم أكل متأخر أو شيء زي كذا، ما أدري والله. لأن المعلف يوم جاء القفص، طبعا كان القفص تبعه مو بتبع القفص، يعني مو في طيور اشتريها، فصاحب الطيور يقول لي بحطهم لك بقفص نقل، وفي طيور لا يقول لي بدون قفص. فأنا أكلم الموصل أقول عندي قفص، يقول عندي خلاص. انا اجي استلم الطيور من عنده واحط اشيلهم احطهم بقفصي، بس قبل ما اشيل الطيور من عنده الجوز هذا واحطهم بقفصي، كان عندهم اكل رز، اكل الرز يكون مخلوط بالدخن، فيه دخن ما في مشكله، يعني ما راح اقول على اساس انك حاط لهم اكل رز انه سبب لهم كذا، لا. بس كان مبين المعلف الاكل اللي فيه جديد، لا فيه قشور ولا فيه اي حاجه، ولا كانهم اكلوا منه. الناس جاتني المخرج حقها في تكرمون وصخ لازق آخر شيء خرجتها، يعني كذا كان ماسك في الريش، فاستغربت قلت يمكن احتمال أكلت يوم كامل. يا الحمد لله صحتها كويسة، أول يوم كانت شوي تعبانة، ثاني يوم صحت وتروشت، حتى طبت في الموية حطت لها موية وتروشت فيها، وكان ثاني يوم بعد لف وعش هنا في هالمحل، لف وعش، كانت حركتها بطيئة بس لفت مع الفحل. حطيت لهم هذا جديد والحمد لله احتلوه، صار الفحل يطلع فيه وينزل هنا، يعني مر فوق ومر تحت. انا اتمنى انه ياخذ اللي فوق ويريحني ويريح نفسه. شكل الحمامة اللي جات خوفتهم. ايوه هذه طبت النثية، طبت شكلها تعبانة، طبت في الموية وطلعت ما لها خلق. ايوه هذا الفحل جاء، الفحل هذا عنده طريقة في انه يتروش، طريقة غريبة، يغطس نفسه تغطيس، راح تشوفونه الان اذا تروش، حتى في هذا القديم يتروش يطب جوه. هو متردد، هو ما هو متحمس، خلاص اللي بتروشون تروشوا في البداية ومشوا. هذا الزوج، هذا واحد من الأزواج اللي جابوا، احتمال أشيله بفروخة، احتمال أبيعه بفروخة. والآن يلف عش، إذا أنتج راح أعرضه بالفروخة خليه يمشي. الفحل هذا شباب بعد ما قد أنتج، هذا النفي تبعه إنتاجي، والآن ما شاء الله جاهزين للإنتاج. هذا البيت لهم، بياضة اللي فوق هذه تبعهم، وبدأوا يلعبون بالأغصان الأعشاش والخيوط، ف يبغى لهم يمكن شهر. نفس الشيء لو باض يمكن احتمال أبيعه. فيبقى عندي المكسات
الأجوز المكس والأنجليزي أحجام فوق الجامبو، أحجام فوق الجامبو. نبغى السوبر جامبو هو اللي يبقى في المحمية من الفناجس، إلا الهاف أورنج. الهاف أورنج هذا راح يحتفظ فيه، هو قريب المكس جامبو بس حجم شوي ممتاز. الأنثى حقته مكس، فعلى أساس أنه هاف أورنج راح أخليه، ما في أي مشكلة. تحياتي للجميع وفي أمان الله.